خلافات فنية وأخرى شخصية بين الفنانين أو بين جماهيرهم، بعضها انتهى بفترة قصيرة وأخرى طال أمدها. لم يخلو عام 2023 من أزمات وخلافات أشعلت الوسط الفني وتصدرت وسائل التواصل والمواقع الإخبارية. الحرب في غزة كانت سبباً في خلاف نشب بين الفنانين محمد سلام وبيومي فؤاد بعد هجوم شنه الأخير على سلام بسبب اعتذاره عن عدم المشاركة في مسرحية زواج اصطناعي. من حقك أنك تعتذر عن المسرحية، لكن مش من حقك أنك تغلط في فنك. حسم لقب صوت مصر أشعل أزمة كبيرة بين جمهوري الفنانتين شيرين وأنغام، وتطور إلى أن زعم البعض وجود خلافات بينهما. لحن متطابق حرك معركة أخرى في الوسط الفني المصري بين عمرو مصطفى ورامي صبري، تخللتها حرب تصريحات متبادلة وانتهت بينهما بالصلح. سوء تفاهم بين الفنانة السورية كاريس بشار وشركة الصباح للإنتاج على خلفية مسلسل النار بالنار بسبب كاتبه رامي كوسا ومخرجه محمد عبد العزيز، لكن هذا الاختلاف بالرأي لم يدم طويلاً وانتهى بإعلان تعاون جديد بين الطرفين.